السلام عليكم البنات، كي داير؟ لاباس عليكم؟ نتمنى لكم نهار مبروك. اليوم غنشارك معكم واحد الوصفه لزياده الوزن او فتح الشهيه، وهو جنجلان وحبه الحلاوه. درت هنا 300 غرام ديال الجنجلان، ودرت نص كاس العنبه وحبه الحلاوه. وراني جنجلان راني حمرته من قبل، غسلته ونقيته وحمرته من قبل، وحبه الحلاوه عاود راني حمرتها شويه. دابا غنطحنهم في الماكينه. ملي غنطحنهم غنخلطهم بهاد الشكلاط، وغنديرهم في هاد البواطه. غنقفل عليهم، تكون في مكان مظلم. دابا الجنجلان ديالنا هو الطحن، شوفوا كيفاش كيجي. خصنا نطحنوه مزيان. دابا غنخلطو مع الشكلاط مزيان حتى يتجمع لينا، يكون معلك. كل واحد وفي كيفاش كيديرلو. واحد كيديرو مع العسل، انا كناكلو مع الشكلاط، حيت انا كنديرو اكتريه لبنتي، حيت كيعجب ليهاش العسل، كيعجب ليها الشكلاط، وكنديروها مع الشكلاط. كل واحد كيفاش كيديرو. اكثر هي كيديرو مع العسل الحر، ولكن كل واحد الطريقه ديالو. ولكن المنافع ديال الجنجلان راها كثيره كثيره كثيره، فيها الكالسيوم وفيها الفيتامينات وفيها المغنيسيوم، راها فيها كثير ديال المنافع للصحه ديالنا. الى الزيت ديالها عاد راها مزيانه عاد للشعر والبشره، كتخفف التجاعيد وكتسد المسام، راها مزيان الزيت ديال الجنجلان. انا كنستعملها دائما لشعري. دابا غنخلطها مع الشكلاط وغنرجع لكم. شوفوا كيفاش كيجي بحال هكذا، كيجي معلك. ها شوفوا، صافي. ديروه في واحد البواطه محكمه الاغلاق، وديروه في مكان يكون مظلم احسن. صافي، وتاخذوا هذه المعلقه. انا كنعطي لبنتي، انا اكثر هي كنديروا لبنتي حيت الشهيه ديالها راها والو. كنعطيها 3 الخطرات في اليوم، مره في الصباح وفي نص النهار وبالليل اللي كتمشي تنعس. راها مزيان والله، مزيان بزاف. ايوا، نتمنى ان شاء الله ديروا لايك وتبارطاجيو هذا الفيديو، ونتمنى ان شاء الله يعجب لكم هاد الوصفه وتجربوها. راه جنجلان المنافع ديالو كثيره. يلا نخليكم حتى مره اخرى فيديو اخر ان شاء الله. يلا بسلام عليكم.